يا صباح الفل على كل مشاهدينا النهاردة في برنامج نعم أستطيع، والحلقة رقم 173. برنامج نعم أستطيع بيرعى المواهب، غنى، إنشاد، شعر. عندك مشكلة عاوز تحلها، عندك مكتب عاوز تتكلم عنه وتوصله لأكبر عدد من المشاهدين، برنامج نعم أستطيع هيحقق لك كل ده. النهاردة حلقة مختلفة، حلقة مخيفة جدا، مش هنقول مخيفة، هي مرعبة فعلا، يعني حلقة مرعبة النهاردة. طبعا كلنا عارفين ان في ناس عندها الحاسة السادسة، كمان في ناس عندها القوة الخارقة. القوة الخارقة اللي بنسمع عنها وبنشوفها احيانا في الافلام الاجنبية، زي مثلا سوبرمان بنشوفها، كلهم ابطال خارقين عندهم قوة خارقة مفيش زيها، ابطال بيحققوا حاجات صعبه، حاجات اصلا يعني ما نعرفش نحققها. انا اول مره اشوف كده في حياتي يعني بجد. مهندس وليد شعلان المنتج الفني للبرنامج جاب لنا النهارده موهبه، وموهبه خارقه يعني قليل قوي لما بشوف من كده، وكمان شاب سبحان الله اختص ربنا ببعض القدرات الذهنيه والقدرات الخارقه والمواهب، يعني لسه عايش لحد دلوقتي، يعني سبحان ربنا يطول في عمره. النهارده معانا استاذ احمد اشرف، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. الملقب بهوجن، صح؟ بالمناسبه هوجن يا جماعه مصارع محترف. طب ليه سموك بهوجن؟ والله انا كنت في فريق اول ما نزلت مصر هنا، عشان انا كنت في السعوديه اصلا مسافر ماشي من 4 سنين، كنت في فريق هو اللي ملقب الاسم، واحد كان مخرج كان بيعلمني ولقب عليا الاسم ده، ولغايه دلوقتي انا ماشي بالاسم. استاذ احمد شخصيه مختلفه ولطيفه، وكمان بطل خارق، مخرج مسرح، ممثل سينمائي. طب ازاي بتوافق بين الثلاثه؟ يعني بوافق بين الثلاثه، وبطل خارق انا بستعمله في الخير. تمام. والمخرج ماشي انا بعلم الناس ماشي اللي ربنا مديهوني ماشي كقصه اخراج مسرحي. وممثل سينمائي ماشي انا بمثل من ضمن الاخراج مع الناس عشان اعلمهم ازاي يطلعوا اللي جواهم. ان شاء الله. طب منين يا انا من الطلبيه يا رب. كام سنه؟ 23. طيب اكتشفت ازاي انك عندك قوه خارقه؟ من حوالي كده سنتين او 4 سنين كده، كنت داخل المجال لسه اول مره اخشه، وتعرفت على استاذ محمد فرعون ده. يعني كان عندك كام سنه كده دلوقتي؟ ولما اكتشفت الموهبه دي؟ لما اكتشفت الموهبه دي كان عندي حوالي 20 كده ما شاء الله. وتعرفت على استاذ محمد فرعون اللي هو طلع قريبي ماشي، يعني انت ما كنتش تعرف اصلا اللي هو قريبك؟ كنتش اعرف اللي هو قريبي اصلا. ولا هو اللي كان، هو اللي عرف ان انا قريبه من قصه قرابه من العيله يعني. سبحان الله. وقلت له كان، اتعرفت عليه ودخلني المجال وعلمني كتير وكده. كنا قعدنا مره على قهوه مع بعض، راح مولع في عماية راح اكلها واداني الفحمايه الثانيه. انت كمان كلتها؟ راح قال لي كلها. قلت له مش عايز، انا كنت خايف ان انا اكلها. حل لا ما تخافش وكلها. اكلتها ولغايه دلوقتي بادئ في الحاجه، بس بستعملها في الخير ما بستعملش في الشر. يعني انت ولعت في حمايه وكلتها؟ وبلعتها؟ وبلعتها. طب ايه اللي حصل بعدها؟ يعني ما حسيتش بحاجه؟ ما فيش حاجه حصلت، ولا حسيت باي حاجه، حتى حرقان في بقي ما حسيتش. لا اله الا الله. يعني ما فيش ولا يعني ولا اتعورت ولا اي حاجه؟ ده انت عندك مواهب بقى كده. طب ما تورينا حاجه. بس استنى قبل ما تورينا، يا جماعه الاطفال، اللهم بلغت اللهم فاشهد، يعني الاطفال ما يتفرجوش على الحلقه دي، وبالذات الاطفال اللي بيقلدوا اي حاجه، يعني ما حدش يقلد اي حاجه يعني من اللي هيشوفها دلوقتي. احنا مالناش علاقه باللي هو يقلد، احنا خلاص احنا قلنا له ممنوع الكلام ده يحصل مع الاطفال او لا يحصل مع اي حد كبير او صغير، اي فئه عمريه ما يعملش الكلام ده. دي حاجة ربنا مدهاني مديها لناس معينة ماشي، احنا بنساعد فيها الناس، ما بتأذيش بيها حد، ما بتأذيش بيها حد، عليك نور. ماشي. وانا معايا دلوقتي سكينة ماشي،
ومعايا شوكة تمام، طب بص ومعايا للكاميرا. لمبة طب تمام. هتبدأ لنا بإيه بقى؟ انت عايز انا ابدأ بيه؟ لا يلا ابدأ باللي انت عايز تبدأ بيه يعني. خلاص تمام. بصي احنا هنبدأ بالشوكة تمام، وزي ما انت حضرتك شايفة شوكة. هتعمل فيها ايه دي؟ دي انا هتنقع من هنا. هتتنقع من هنا اه يعني انت هتتنقع. طب اه اتني. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة، على فكرة احنا مسلمين ماشي، عشان في ناس هتيجي تتكلم هتقول ده ما محضر حاجة، مش محضر جن والكلام ده كله ماشي. احنا على فكرة مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم ما صلى على خلفهم النبي. يلا ولا كمل. يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما ولا عليه. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ده انت استنيتها. استنيتها من السن. ده طب حاجة حصلت لك؟ مفيش حاجة. مجرد قعدت بس هنا انك واتنيها تاني؟ لا لا يا نهار ابيض، والله مصدقاه هتنيها هنا؟ كمان هتتنق. اه طب ماشي، يعني انت بتعدلها تاني وعشان تتنيها بس في هتعدل خاطر. التاني؟ ماشي. ما شاء الله كسرت. كسر. يعني ايه الفايدة؟ يعني تفسيره ايه ده؟ يعني تفسير شوكة عملتها هنا وهنا وكسرت. تفسير الحاجات دي اللي ربنا مدي الناس حاجات معينة أو فئات معينة من البشر ماشي، اللي هم عندهم القوة دي، مديها الحاجات دي عشان يستعملها في الخير، ما يستعملهاش في الشر تمام. وانا بنستعمل الحاجات دي في الخير وبنساعد الناس ماشي، اي حد عايزنا نساعده في اي حاجه انا موجود تمام. دي حاجه خير ربنا مديهاني عشان اساعدكم فيها. طب ورينا تعمل ايه. طب هتعمل ايه في السكينه دي؟ جايبها ليه؟ دي بتنيها برضك. بتتني سكينه. ما تخلي السكينه اخر حاجه. طيب ماشي. طب هتعمل لنا ايه دلوقتي؟ ممكن اعمل لكم لمبه. اكلها لكم. هتاكل لمبه؟ هاكل لمبه. هتاكل اللمبة؟ يعني انت جعان؟ لا مش جعان، عادي عادي. يا جماعة خصوصا الأطفال، ده حالة استثنائية، حالة خاصة، ومحدش يشوف من الأطفال الحاجات دي، محدش يقلد أي حاجة. يعني دي موهبة عنده هو، كبار صغار محدش يقلد أي حاجة. يعني دي موهبة عنه هو، والفقرة دي على مسؤوليته الشخصية هو. يعني احنا ملناش، أنا مليش دعوة يا جماعة. يا جماعة أنا طب بقول لكم إن أنا محدش يعمل الحاجات دي تمام، قدام الناس دي كلها أنا بقول محدش يعمل الكلام ده ماشي. دي حاجة معينة ربنا مدهاني أو مديها من ضمن بعض الناس ماشي، زي أستاذ محمد وانا فرعون، زي أستاذ سيد ماشي. الحاجة دي معينة تمام، محدش يعمل الكلام ده، أنا مخلي مسؤوليتي على حد عامل الكلام ده. تدربت حد قبل كده؟ أنا؟ لا ما بفتريش على حد. طب هتعمل لنا ايه في اللمبه؟ طيب باكلها وباكل الزبده اللي جواها اللي بيموت بعد 3 دقايق. ده سام. ده سام بتاكله؟ باكله. طب انت بتاخد حاجه للحاجات دي؟ يعني انت بتاخد حبوب، بتاخد حاجه مثلا؟ انك ما بتاخدش اي حاجه خالص من عند ربنا. طب ما بيأثرش عليك اصلا؟ ما بيأثرش. روحت كشفت الحمد لله ما فيش حاجه. يعني رحت كشفت؟ طب الدكتور ما قالكش اي ما فيش حاجه اي ولا؟ حاجه. طب ورينا فين اللي هتعمل لنا فيها ايه. طيب هتكسرها ولا هتعمل؟ انا اكسرها ماشي، واكلها واكل اللي جواها، طب اكل حته منها. حته. طب ورينا كده. ماشي تعالى قدام الكاميرا بقى. لا حاجه.
ونهار ازرق. ده انت بتدندق، ده انت اكنك بتتسلى، انت بتاكل السوداني ولا لب ولا ايه؟ دي لمبه. ايوه سوداني. بتقرقشها كده. طب حته وريني كده هي اهي يا نهار اسود، دي لمبه. لمبه. ده اللي جوه سام، يعني اللي انت اكلته اصلا اللي بيموت بقى. طب وبتقرق، بتقرقشه عادي طيب ولا ايه؟ طب انت حاطط حاجه في بقك؟ ها؟ مفيش حاجه في بقك. مفيش حاجه. طب كمل كمل. طب جعان تاني تاكل؟ لا عادي، عايز انا اكملك؟ افتح بقك تاني معلش. طب بلعته بقى كده. بلعته ونزل في بطنك. نزل خلاص بطنك. طب جعان تاني تاكل حتة كمان يعني كده؟ حاضر هاكل لك حتة. يا ربنا يا رب. طعمه ايه طيب؟ طعمه حلو؟ بيشبع هو ولا؟ لا والله مش شبع، يعني هو طعمه بتاكل حلو. شيبسي. اكني باكل شيبسي؟ بتتسلى بيه يعني؟ ده السام اللي بيموت بعد 3 دقايق. طب انت حاسس بطعم طيب؟ ايه؟ حاسس بطعمه مثلا او كده، ولا انت بتاكله كده وخلاص؟ انت مش بتستطعم يعني؟ لا عادي بقى، كأنه لب كده، هو انا اتخيله اللي هو بتتسلى يعني. بتخيل الحاجة دي شيبسي لب كده اللي بيجي على دماغي. يعني انت بتتخيل الحاجة دي، يعني بتتخيلها شيبسي عشان كده بتاكلها عادي. ما شاء الله. طب دي كلها عامل مصدرها ايه طيب؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني مثلا بتستفيد ايه من كده؟ هو بصي انا ما بستفدش حاجه، بس انا دي الحاجه ربنا مداني، انا بوريها للناس ماشي. اللي ربنا مدينا حاجات معينه ماشي، في فئات معينه من البشر ماشي. مش كل الناس عندي الحاجه بتاعتي دي، ناس معينه بس بتعدي على الصوابع ماشي، زي الكابتن محمد، استاذ سيد. دي وراثه بقى. يعني وراثه عندكم في العيله اصلا؟ يعني كل عيله حد فيها بيعمل كده. يعني انت وانت قاعد في البيت بتتسلى برضو بال؟ لا مش طول الوقت. مش طول الوقت يعني؟ انت بتتسلى يعني في بلمبه؟ بلمبه عادي. يعني زهقان مثلا تجيب لمبه تكسرها تتسلى بيها؟ طب عادي. ايه طب معاك ايه تاني طيب؟ معاك السكينه. هتعمل بيها ايه بقى؟ هتنيها برضك. هتني السكينه؟ طب حاسب بس لا تموت نفسك ولا حاجة. على الله. طب ورينا كده تعملها ازاي. زي ما انت شايفة دي حامية. اتفضل. مفيش حاجة اهو. دي التالت. خلي بالكم يا جماعه، السكينه حاميه، ويعني مش ما شاء الله، يعني السكينه حاميه والتالت و... طب ما حصلش حاجه؟ مفيش حاجه حصلت؟ هتكسرها ولا ايه طيب؟ خلاص مش لازم. بصي عشان الناس بتقول ده عظم ومش عظم ماشي، انا واحد تخين زي ما انت حضرتك شايفه ماشي، وده دهون تمام ماشي. يعني انا عملت السكينه هتخش على طول، انا مش منشف بطني ولا في اي حاجه في بطني اهو ماشي. ثانية يعني انت هتعملها في بطنك؟ هعملها في بطني عشان الناس هتتكلم تقول عظم ومش عظم مفيش حاجه وكده ماشي.
ثانية بس، انت هتوديني في داهية كده، انت هتموت. ويقولوا لا لا خلينا، مش لازم مش ليه؟ لازم اعدي انت خايفة؟ لا ولا خايفة ولا حاجة. اهو اهي كسرت. يعني سبحان الله ما شاء الله، يعني موهبة وحلوة وبتعمل كذا حاجة، مش دول بس. يعني ايوه فحمة، شفت في فيديو ليك فحمة ولعتها وبلعتها، صح. وفيديو برضو ليك انك بتشيل اشخاص بسنانك، بتشيلهم بسنانك كده بس، ايوه وان اشخاص برضو بتقف على بطنك. على تمام. طب دي قدرات ممكن بتنميها مثلا؟ هو مش قصة بنبنيها والعربية، حكاية العربية دي ايه؟ صح، والله، حكاية العربية بشدها يعني، بتشد عربية يعني بزقها مسافة كبيرة، بجري بيها مسافة كبيرة. بتجري بيها. مش ماشي بس كده، لا انا بجري. سبحان الله. طب الحاجات دي مش بتأثر على اي حاجة خالص؟ لا الحمد لله. الحمد لله. طب عايز توصل لايه من ده كله؟ يعني ايه اللي انت عاوز توصله بقى من هو بصي، انا عايز اوصل للناس، عايز اكون حد مشهور بس في الخير مش في الشر، مش الناس تعرفني او تخاف مني والكلام ده، لا انا واحد عادي، بشر عادي، ربنا مديني شوية حاجات بستعملها في الخير بس، وعايز اكون واحد مشهور، الناس تعرفني، الناس تحبني، ماشي، مش الناس تبعد عني عشان الحاجة اللي عندي بس. طب قبل ما نختم الحلقة، حابب توجه رسالة للجمهور؟ حابب اقول للجمهور، احمد اشرف الملقب بهوجن، في حاجات كتيره هتنزل قريب، افلام، افلام قصيره، افلام طويله، ماشي، ان شاء الله في حاجات كتيره نازله مع استاذ محمد فرعون واستاذ محمود شعراوي، دول اخواتي الكبار وانا بعتز ان انا اعرفهم، ماشي، وان شاء الله في حاجه كبيره جايه ان شاء الله باذن الله قريب، استنوني. ان شاء الله وعايز بجد. اشكر بس ابويا وامي اللي هم واقفين جنبي، ربنا يخليها لهم، ماشي، ربنا عشان هم يخليهم يا رب. تعبانين وكده، ووقفوا جنبي كتير من صغري واقفين جنبي، ربنا يخليها لهم ويخلي لينا ربنا يخليهم، ويرزقهم كده من حيث لا يحتسب. ربنا يخليهم. حقيقي بجد احنا بنشكر مهندس وليد شعلان، المنتج الفني للبرنامج، انه جاب لنا موهبة حلوة شكرا. كده، وموهبة اصلا يعني قليلة نادرة. برنامج نعم استطيع بيرعى المواهب، اي حد عنده غنى، انشاد، شعر، مشكلة عاوز يحلها، حاجة عاوز توصلها للناس مثلا او كده، تواصلوا على الرقم اللي ظاهر عندكم في الشاشة. عايز اقول كلمة اخيرة بس، اخواتي اللي بره في السعودية، ماشي، انا عايز اشكرهم عشان برضك هم واقفين جنبي ولغاية دلوقتي واقفين جنبي، ماشي، وربنا يخليهم ليا، واختي الصغيرة كمان ربنا يخليها لي، وانا اشكرهم كلهم عشان هم واقفين جنبي، ومحمد فرعون ومحمود شعراوي، الناس دي اللي واقفة جنبي لغاية دلوقتي، وأنا بعتز بيهم وبشيلهم فوق دماغي، وجزمتهم بحطها فوق دماغي عشان هم الناس محترمة. شكرا ليهم العفو. بجد انهم طلعوا موهبة كده، وحقيقي يعني انا ما كنتش متوقعة كده خالص، بس لما شفت بعيني بقى، يعني يا جماعة على الهوا غير لما تشوفوا في التلفزيون خالص خالص بجد. يعني ان شاء الله ربنا إن شاء الله يوريكم. إن شاء الله. كان نفسي بجد اطول في الحلقة دي شوية، بس عشان الوقت ان شاء الله في حلقة تانية اطول من كده باذن الله. استنونا الحلقة الجاية ان شاء الله. برنامج نعم استطيع، المنتج الفني للبرنامج مهندس وليد شعلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.